السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة أخرى اللي غادي نقوموا فيها بلا كوريكسيون ديال ليكزارسيس اللي عطيتكم. دونك هنا في هذا ليكزارسيس هذا ما عطوناش لي كوردوني، دونك طلبوا منا أننا نجردوهم، يعني نخرجوهم من الروبير ديالنا، عاد من ورا هذيك الساعة نكالكوليو لي جيزمون. واضح؟ حيت أهم حاجة باش أننا يمكن لنا أننا نكالكوليو لي جيزمون هما لي كوردوني. حيت ما يمكنش لي انني نكالكولي واحد جيزمون اصلا ما عنديش اكس واي ديال دو بوين، اما الا كانت عندي بوين وحده ما يمكنش. دونك من الضروريات خاص تكون عندي دو بوين، يعني انا دائما وابدا خاصني نكون حاط في راسي باللي راه دو بوين هما اللي كيكالكوليو اي جيزمون. فهمتي مزيان؟ دونك شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا دوني لي كوردوني دي بوين A B C D E E اي كالكولي لو جيزمون A B B C C D D E E E A. واد دونك اول حاجه انا خصني ندير هي خصني ندير لي كوردوني ديال شاك بوين. اول حاجه لو بوين A شنو هما لي كوردوني ديالها؟ بعدا خصني نرقم هاد الروبير هذا. هنا كاين جوج، هنا كاين ثلاثة، ياك هنا كاين واحد، دونك هنا كاين جوج، ياك هنا كاين ناقص واحد، ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص ثلاثة، وناقص جوج هنا، ياك مزيان. دونك أ شنو هما لي كوردوني ديالها؟ فين هما لي زيكس؟ بعدا خصني أنا نعرف فين هما لي زيكس وفين هما لي زيكريك. ها هما لي زيكس، ها هما لي زيكريك. دائما خص هاد المسائل هادي تكونوا عارفينهم وعارفين كل حاجه فين كتحط بالضبط، فهمتي؟ باش ما باقيش يطرى اشكال بالمره، واخا يكون الروبير ما فيه حتى حاجه كون عارف انا ها هو الاكس ديال لي زيكس وها هو الاكس ديال لي زيكريك. دونك بالنسبه ل ا اشنا هما لي كوردوني ديالها؟ بالنسبه لاكس هي 3، حيت دائما كنديروا لا بروجيكسيون هكا وهكا. انا درت لا بروجيكسيون هنا شعطتني 3، دونك بغيت ندير دابا على لاكس ديال لي زيكريك هي شحال؟ واحد، واحد ونص، واحد فاصلة خمسة. هذا بالنسبة ل أ. نمشيو ل بي، فين هي بي؟ ها هي. ندير لا بروجيكسيون على لاكس ديال لي زيكس، كذلك على لاكس ديال لي زيكريك. دونك غتكون عندي ناقص ثلاثة واحد، ياك. نمشيو ل سي، نديرو لا بروجيكسيون على لي زيكس كذلك على لي زيكريك. دونك غتكون هي واحد ناقص جوج، سي واحد ناقص جوج. نديرو دي، دي جاتني فوق اسميتو، جاتني فوق لاكس ديال لي زيكريك. وهاد المسألة هادي خصكم تردو ليها البال بواحد الطريقة اللي هي كبيرة. واضح؟ مزيان. اشنو خصني ندير؟ ندير لا بروجيكسيون. اش من بروجيكسيون؟ يعني الا درت لا بروجيكسيون انا على لاكس دي زيكريك بغات تجيني في صفر، ياك. دونك دي بعدا في الاكس ديالها كاين صفر، وهنايا فين كاينه هي بالنسبه لاكس دي زيكريك؟ في دو. دونك صفر دو. دائما واحد المساله ردوا معايا فيها البال، فاش كتكون واحد لي بوين فوق واحد لاكس، فوق واحد لاكس مثلا، كانت واحد لي بوين بحال مثلا هاجي فوق لاكس ديال لي زيكريك، اعلم ان صفر بيكون في لي زيكس. والا كان العكس مثلا واحد البوان هنايا، يعني عرف بلي راه صفر بيكون في ايكريك. هاد المساله هادي خذوها في بالكم. واضح؟ نمشيو ل او، او فين هي؟ هي نديرو لا بروجيكسيون هنايا، نديرو هنا. دونك غتكون عندي ناقص واحد ونص على ناقص واحد ونص، واحد المسألة. أنا ما بغيتش ندير أسميتو، ما بغيتش ندير أرقام كبيرة، كومام راه نفس الحاجة. كي إلا عرفت نحسب أرقام كبيرة نحسب أرقام صغيرة، نحسب أرقام متوسطة كومام نعرف نحسب، حيت البرانسيب راه باين. واد دونك دابا حنايا الكيسيون الأولانية حيدناها علينا، ياك حيدنا علينا الكيسيون الاولانيه. دونك فين غادي نمشيو دابا؟ غادي نمشيو لا دوزيام كيسيون، هي كالكولي لي جيزمون. واضح؟
الجيزمون راه حاجه سهله وبسيطه بزاف. غادي نبداوها دابا ان شاء الله. بالنسبه للجيزمون دونك اون كالكول donc on calcule le gisement AP. انا الا بغيت انا نتراسي هذا الجيزمون AP قال لي مثلا تراسي ليا ما فيها باس. ها هو ا بجي من ا وغادي ل بي. دونك لو نور لومبير هو هذا يعني جيزمون فينا هو جيزمون انا ديالي. ها هو شتي جيزمون كيف ما قلنا في الدرس هي لونغ الفورمي اونتر لو نور لومبير. ها هو لو نور لومبير. علاش درت انا هذا هو لو نور لومبير؟ حيت هو لا ديريكسيون دي زيغريك بوزيتيف. ها هو كيكون دائما اون باراليل فهمتي. دونك هادشي اللي درت انا هو الجيزمون ا بي نورمالمون. تصنت ليا وركزها حيت بزاف ديال المعلومات كيتقالو خصك تبقى مركز. نورمالمون انا جيت ودرت هاد الشيما هاج درت هاد الشيما شحال خص يخرج ليا في لو جيزمون. ركز مزيان شحال خص يخرج ليا. انا كنعرف ان الروبير هو هذا. هنا كاينه صفر هنا كاينه 100 هنا كاينه 200 هنا كاينه 300 وهذا جاني تقريبا هنايا. دونك لو جيزمون ا بي خصو يكون ما بين 200 و 300. علاش حيت جاني هكا شتي يعني هكا ا بي. كون كانت بي ا فين بيجيني هنا دونك خصو يكون ما بين 0 و 100 ولكن حنايا ا بي يعني في هاد لا ديريكسيون فهمتي. بهذه الطريقه كيتقادو جميع لي جيزمون. الا ما كنتيش رد البال لهذا الكم الهائل ديال المعلومات تفلت عليك شي حاجه يقدر تحتاجها ضروري. دونك قلنا اون كالكول جيزمون ا بي. اول حاجه طونجونس ديال تيتا ياك دلتا اكس على دلتا ايغريك ايغا. احنا بغينا جيزمون ا بي دونك كنبداو باش ب x de b moins x de a elle a y de b moins y de a valeur absolue yak nous de x de b y a naqis 3 naqis x de a y a naqis 3 au kadalika y de b هي واحد ناقص y دو a هي 1.5 ياك. دونك هنايا بتكون عندي ناقص 6 وهنا بتكون عندي ناقص 0.5 واضح مزيان. ركز معايا دونك لاش سي delta x inférieur à 0 et delta y inférieur à 0 donc je n'en sais pas dire une donc theta donc gisement AP égale 200 plus theta yeah 200 plus theta mzien une je n'en sais pas dire une فين كتكون بعدا اكس نيجاتيف و ايغريك نيجاتيف فهاد الجهه هادي ياك. هنايا ياك هنايا كيكون سالب بالنسبه لي زيكس وانا كيكون سالب بالنسبه لي زيغريك. هما هادو شتي علاش قلت لك غادي يكون هذا الجيزمون هنايا هاد الشيء علاش واضح. دونك دابا شنو خصنا نديرو غادي نحسبو تيتا ياك. غادي نحسبو تيتا اللي ناقص تام قسمة ناقص 0.5 هي 12 دونك
tangente moins 1. Donc, tangente moins 1, c'est-à-dire tangente moins 1. J'ai 12. هو 94 ياك حيت انا حسبت طونجونت ديال تيتا انت لاقا من هنايا عطاتني 12 ياك عطاتني 12 وانا واش كنقلب على على الطونجونت تاع تيتا ولا تيتا كنقلب على تيتا دونك اشنو خصني ندير خصني ندير طونجونت موانزا ندير طونجونت موانزا ديال تيتا باش كتعطيني تيتا فهمتي باش كتعطينا تيتا مزيان اشنو خرج ليا خرجت ليا كأن تيتا شحال كتسوى كتسوى 94.707 غراد دونك اون ابليك دونك اون ابليك جيزمون ا بي ايغال 200 plus theta égale 200 plus 94.707 يعني أن جيزمون AB égale 294.707 غراد شي مسألة شحال سهلة سهلة وبزاف سهلة وبزاف شتي شنو قلت لك بتخرج لي ما بين 200 وما بين 300 هاي ما بين 200 و 300 ما واصلا قريبه ل 300 حيت هي قريبه لهنا شي بعيده على 200 ها هو وقريبه ل 300 دونك هادشي اللي كاين دونك انا بامكاني انني نعرف لا فالور اللي بتكون عندي في الجيزمون انت لا اقل من الروبير فهمتي الى مونطيت هذاك الشيء فواحد الروبير نقدر نعرف شحال تخرج لي الجيزمون بطبيعه الحال واضح دونك نمشيو ونديرو لو جيزمون بي سي واضح نمشيو نديرو جيزمون بي سي جيزمون اون كالكول كالكول جيزمون بي سي ياك طونجونت ديال تيتا ايغال دلتا اكس sur delta y égale que n x de c moins x de p sur y de c moins y de p. حاولت الاول اني نطعطل فيها بزاف باش تشوفوا لا فاصون كيفاش كتخدم فهمتي باش الاخرين نطبقوا فيهم هي القواعد واضح دونك انا شنو بيخصني بيخصني x de c و x de p x de c هو و x de p يعني جوج ناقص 3 يعني بتكون عندي لا 1 ناقص 3 1 وناقص ناقص 3 ياك y de c و y de p ناقص جوج ناقص 1 لا ناقص جوج ناقص 1 دونك هنا بتكون عندي 1 زائد 3 على ناقص 3 دونك هي 4 على ناقص 3 نورمالمون هاد الناقص ما خصنيش نديرها لداخل حيت راه كاينه لا فالور ابسولي الناقص ما خصنيش نديرها لداخل ركزوا على هاد المساله اون ركز معايا مزيان اون دلتا اكس اكبر من الصفر اي دلتا اي اصغر من الصفر دونك فين حطتني انا هاجي قبل انا ما نشوف شحال بغي يخرج ليا انا خصني نشوف جيزمون بي سي فين كاين جيزمون بي جيزمون بي سي اي سمعتك سمعتك كتقول راه بلي راه ما بين جيزمون اللي خصو يخرج ليا خصو يكون ما بين المية والميتين نمشي ما بين 100 و 200 مزيان هاد الفكره مزيانه دونك جيزمون بي سي ايغال 200 موان تيتا
دو سومون تيبا اش نخصني ندير انا خصني نحسب تيبا بعدا شحال كتسوى ليا يعني خصني ندير اسم هذاك 4 قسمة على 3 ياك دونك طونجونت موانز يا 59 دونك تيتا ايكال 59 فاصلة 0.33 ياك دونك اون ابليك Fiz mon PC égal 200 moins theta égal 200 moins c'est donc c'est facile de le calculer. Et yani anna le gisement PC qui ساوي لينا هنايا moins 200 تشنا 140 فاصلة تسعود ستة ستة غراد واضح الأمور راه سهلة وبسيطة طبعا حنايا كالكلينا هذا كالكلينا هذا باقي لينا ثلاثة فهمتي باقي لينا ثلاثة راه الأمور سهلة بزاف كثر ما كتوقع الأمور سهلة كثر ما كتوقع واضح دونك الاخوان خصنا نركزو تركيز كبير على هاد المسائل هادي باش اننا نقادو لي جيزمون ديالنا بالطريقه المطلوبه واضح هنايا فاش قلنا وصلنا حيدنا هذا وحيدنا هذا دونك باقي لنا جيزمون سي دي ما فيها باس ما حد عندنا الروبير حاولوا نشوفوا سي دي واو الا بغيت ندير انا لونور لومبير ها فين بيجي لونور لومبير ياك هو النور يعني انا جيزمون ديالي فين هو ها هو الجيزمون يعني راه قريب يكون فيه ديك 390 فهمتي انا كنظنك انه بتكون فيه 390 380 ما بين 380 390 هادشي اللي كنقول فهمتي حيت راه قرب قرب يجي بالدوره كامله فوالا دونك اون كالكول On calcule le gisement CD. Il y a tangente. On a commencé à comment je dis O. On dira A. Et là, on a un petit peu. Tangente delta égale delta X sur delta Y égale. D'ailleurs, quand on va dire le chiffre l'écrané, donc X de D moins X. De C sur Y de D moins Y de C. D'abord, on a vu que nous avons X de D et C. X de D, c'est fort. Nous avons donc c'est fort. On a pris Y de D et C. Y de D juge. On a pris juge. جوج وناقص ناقص جوج هنا بتكون ناقص واحد هنا بتكون جوج زائد جوج هي أربعة واضح اون او لا كيف ما كنديرو هنايا اون اون دلتا اكس انفيريور ا زيرو اي دلتا y سوبيريور ا 0 الى جينا وحطينا الروبير هنايا بين لقاو لي زي كراغ راه بوزيتيف اي لي زيكس راه نيجاتيف واضح دونك هنايا هاد الحاله هادي شنو كنديرو فيها قول شنو كنديرو يلا قر 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 كنديرو 400 موا الفا موا تيتا دونك جيزمون سي دي ايغال 400 moins theta. Waouh!
المسائل راه مسائل مهمه كنأكد عليها وكنعاود ناكد عليها، مسائل مهمه جدا. اشنو غادي نمشي غادي ندير دابا؟ نحسب تيطا فهمتي، غادي نحسب تيطا واحد على 4 واحد نقسم على 4 وبغيت ندير طون شيفت طونجونت موان 1 تلونسي عطاتني 15. دونك تيطا ايغال 15.595 جراجيك. دونك اون ابليك دونك اون ابليك هنا اش بيكون عندي؟ بيكون عندي جيزمون دو سي دي ياك ايغال 400 موان تيتا، جيزمون سي دي ايغال 400 موان 15.595. دونك فينالمون الجيزمون سي دي ايغال هنايا نديرو هذاك الشيء اللي قلت لكم ما بين 380 وما بين 390، عطاتني 384.404 غراد. ما تنساوش الاونيتي، ما تنساوش الوحده فهمتي، ما تنساوش الوحده، الوحده راه من الضروريات فهمتي، الوحده راه من الضروريات باش انكم تقادوا المسائل ديالكم وتضبطوها واحد الضبط اللي هو كبير واضح مزيان. بقات لينا وحده، بقات لينا جوج. نمشيو دابا للجيزمون ما قبل الاخير اللي هو جيزمون دي او اون كالكول. جيزمون دي او ياك نحاولوا نشوفوه في هذاك في الروبير دي او او، يعني كيف خصو يخرج لينا دي او لو نورا هو لي غريك. دونك فين خص تكون عندي انا الجيزمون وهذا، دونك بيكون ما بين 200 او 300 طبيعة الحال. دونك طونجونت ديال تيتا ايغال دلتا اكس على دلتا ايغريك كتساوي لنا اكس دو او ناقص اكس دو دي على ايغريك دو او ناقص ايغريك دو دي. نحاولوا نسير بهم ما امكن هذا باش نتوما ما يجيكمش الفيديو طويل. او و دي او و دي اكس دو او اكس دو او اكس دو او هي ناقص 1.5 ناقص 0 المهم ناقص 1.5 مقسمة على قلنا يغريك دو او يغريك دو دي يغريك او دي ناقص 1.5 ناقص جوج. دونك شيفت طونجونت دونك تيتا فيها باش نحاول نزربو شويه ما امكن ما نطولوش عليكم. دونك تيتا ايكال 25.76 غراد اون دلتا اكس دلتا ايغريك ما شفتهم كاع شحال خرج فيهم. بجوجهم نيجاتيف صفر صفر. دونك شنو بتكون عندي؟ جيزمون ديال دي او ايغال 200 بلس تيتا ياك، يعني اون ابليك ياك اون ابليك جيزمون جيزمون دي او ايغال 200 بلس
25.7776 ياك اللي هي ان جيزمون دي او كيساوي ليا 225.776 غراد. دائما الاونيتي دائما الاونيتي الخوت واضح. نمشيو دابا لاخر جيزمون باش تكون نتوما الامور عندكم واضحه مزيان. دونك شنو هو اخر جيزمون عندي هنايا؟ هو جيزمون او ا ها او ها شحال بيكون عندي في هذا؟ ها هو النور. دونك ها هو لو جيزمون ديالي انا. ها شتي دونك هذا بيكون محصور ما بين 0 و 100 وفي الغالب بيكون محصور ما بين 40 و 50 اولا ما بين 40 و 60 ياك. دونك اون كالكول جيزمون او ا ياك طونجونت ديال تيتا ايغال دلتا اكس على دلتا ايغريك. دونك نحاولو نكالكوليوها نيشان ونديرو تيتا باش حتى نتوما ما تحاولوش ما تملوش فهمتي. دونك اكس دو ا و اكس دو او اكس دو ا قلنا اكس دو ا هو 3 اكس دو او هو قول بلس 1.5 ياك هي 4 اونص ياك. دونك معايا بتكون 4 اونص مزيان. يغريك دو او يغريك دو او يغريك دو او هي 1.5 و يغريك دو او هي زائد 3 اخرى. دونك كلشي بوزيتيف طبيعة الحال راه بطبيعة الحال فهمتي راه بطبيعة الحال الاخوان راه خصك تكون ضابط هذاك الشيء اللي كتقال فهمتي. تكون ضابطو يعني تيتا ايغال 62.566 غراد. فهاد لوكا هادي اون دلتا اكس بوزيتيف دلتا ايغريك بوزيتيف. دونك جيزمون او ا ايغال تيتا اون ابليك. هادي زقلت هادي قلت لكم ما بين 40 و 60 صدقات 62. اون ابليك جيزمون او ا ايغال تيتا. دونك جيزمون او ا ايغال 62 ياك ايغال 62 62 فاصله 566 غراد. دونك الاخوان عافاكم راجعوا هذا الشيء مزيان 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 ياك وراجعي الطريقه الامثل والسهله اللي كتخليك انك تجاوب على جميع المسائل بطريقه اللي هي سهله وبسيطه. دونك خليت لكم الراحه ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.